لا تتوقف الحضارة المصرية القديمة عن إبهار الباحثين إلى غاية اليوم، فكيف تمكن المصريون القدماء من تشييد العديد من الآثار التي تبدو اليوم وكأنها معجزة؟ ومع ظهور بعض الأدلة التي تشير إلى مشاركة حضارة أجنبية في تلك الإنجازات، فهل يمكن القول بأن المخلوقات الفضائية كان لها دور في كل ما حدث؟ ذلك ما سنعرفه في هذه الحلقة، لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ المباني القديمة، آثار ستونهنج في إنجلترا، هرم الشمس في المكسيك، نقوش ناسكا الجيوغليفية في بيرو، أهرامات مصر وغيرها من الآثار غير العادية في هذا العالم، كلها تشير إلى أن الحضارات القديمة تخفي الكثير من الأسرار التي يمكنها أن تذهلنا. وبما أن كل تلك الآثار مبنية بطرق هندسية مثيرة للدهشة ويعجز العلماء اليوم عن تفسيرها، فإن العديد منهم توجه إلى وضع فرضيات غريبة أبرزها أن المخلوقات الفضائية ساهمت في تطوير الحضارات البشرية القديمة. والآن سنتطرق إلى بعض الأدلة التي استند إليها العلماء لوضع تلك الفرضيات. البداية ستكون من أشهر ألغاز العالم القديم، وهي الأهرامات المصرية التي لم يستطع العلم الحديث فهم طريقة بنائها، ولذلك يقول بعض الباحثين بأن الفراعنة كانوا على صلة بمخلوقات أجنبية ساعدتهم في تشييد الأهرامات. وللوهلة الأولى قد تبدو الفكرة غير منطقية، لكن بعض الأدلة تجعلها كذلك. سر بناء الأهرامات لا يقتصر على طريقة رفع الحجارة الضخمة إلى أعلى الهرم فقط، بل أيضاً الهندسة الدقيقة لتلك المباني والطرق التي استعملها الفراعنة لتقطع تلك الحجارة بدقة. كما أن هرم خوفو يواجه الشمال بدقة كبيرة مع مقدار خطأ يقل عن درجة واحدة، وهو أمر يستحيل تحقيقه اليوم بدون استعمال التكنولوجيا الحديثة. كل تلك الألغاز دفعت فئة أخرى من الباحثين للقول بأن المخلوقات الفضائية لم تساعد الفراعنة فقط، بل إن الفراعنة لا علاقة لهم ببناء الأهرامات، وأن المخلوقات الفضائية عاشت على كوكب الأرض قبل ظهور الحضارة الفرعونية، وأثناء ذلك تم بناء الأهرامات التي ورثها الفراعنة لاحقاً. وإذا أردنا التطرق إلى الأدلة التي تجعل العلماء يعتقدون بأن المخلوقات الفضائية عاشت قديماً على كوكب الأرض، فسوف نجد بعض الأدلة، أبرزها الرؤوس الحجرية العملاقة الموجودة على جزيرة إيستر التي لا يتوافق عمرها مع الإمكانيات التي كانت متوفرة لدى البشر في ذلك الوقت، إضافة إلى معبد بومابونكو المتواجد في بوليفيا، وهو معبد مبني بقطع حجرية تزن الواحدة منها العديد من الأطنان. كما أن تلك الكتل الحجرية تم تقطيعها وتركيبها بدقة كبيرة، مما يؤكد أن من قام بذلك العمل كان يملك العديد من التقنيات التي لم يتوصل إليها البشر في ذلك الوقت. كما أن المباني الأثرية القديمة المبنية بنفس القدر من الدقة والإتقان متواجدة في العديد من الأماكن من هذا العالم. دعونا نعود إلى مصر، وتحديداً إلى الفرعون أخناتون والد توت عنخ آمون. أشارت العديد من النقوش القديمة إلى أن أخناتون كانت له جمجمة طويلة مختلفة عن أي جمجمة بشرية عادية، كما أن عينيه كانتا ممدودتين نحو الخلف. بدا أخناتون وكأنه ليس إنساناً، كما أنه ظهر في بعض النقوش وهو يتأمل قرصاً في السماء يبدو وكأنه طبق طائر. تلك النقوش كانت سبباً في ظهور فرضية مفادها أن أخناتون هو مخلوق فضائي تم إرساله لتأدية مهمة على كوكب الأرض، لكن تلك الفرضية تفتقد للدليل القطعي الذي يؤكدها، خاصة وأن العديد من الحضارات البشرية كانت تتعمد تشويه جمجمة الإنسان منذ الطفولة. رأت حضارة المايا بأن الجمجمة الطويلة رمز للجمال، في حين أن بعض الحضارات الإفريقية القديمة اعتبرت الجمجمة الطويلة رمزاً للمكانة الاجتماعية الراقية، كما أن تشوه جمجمة أخناتون يمكن أن يكون مجرد طفرة وراثية. وبالحديث عن الطفرة الوراثية أيضاً، يجب أن نشير إلى أن العديد من الأبحاث الجينية التي تم إجراؤها على المومياوات قد دلت على أن الصفات الوراثية للفراعنة قد تم التلاعب بها من طرف حضارة متقدمة علمياً وتقنياً، حيث يزعم الباحثون أن الشذوذ الجيني الذي أصيب به أخناتون لم يكن عبارة عن طفرة وراثية طبيعية، بل إنها مفتعلة، وذلك ما يؤكده نص مصري قديم معروف باسم بوردية الكراسي، والذي يتحدث عن مجموعة من التجارب العلمية الطبية التي تم إجراؤها قديماً على الفراعنة. عام 1933 كان السيد ألبرت تاتوليان مدير الفرع المصري لمتحف الفاتيكان يتجول في سوق محلي بالقاهرة، وهناك لمح بردية غريبة مكتوبة بالهيروغليفية معروضة للبيع. لم يتمكن ألبرت من شرائها بسبب تكلفتها الباهظة، لكنه استطاع الحصول على نسخة منها، وبعد ذلك طلب المساعدة من المختصين لترجمتها. اتضح أن البردية تتحدث عن حلقة من النار ظهرت في السماء وكانت مشرقة مثل الشمس،
كما أشارت تلك الرموز إلى أن الجسم الغريب كان تابعاً لحضارة أخرى من خارج كوكب الأرض. المؤسف هو أن العلماء لم يعثروا على النسخة الأصلية لتلك البردية بعد ذلك، حيث إن كل ما كان متاحاً أمامهم هو نسخة منها فقط. أما ذلك التاجر فقد اختفى تماماً، وبذلك لم يعد العلماء قادرين على التأكد مما إذا كانت البردية أصلية أم أنه قد تم تزييفها. اختفاء النسخة الأصلية جعل من البردية دليلاً ضعيفاً ولا يمكن الاعتماد عليه، لكن هل توجد أدلة أخرى تشير إلى تورط المخلوقات الفضائية في تطوير حضارات بشرية أخرى غير الحضارة الفرعونية؟ ذلك ما سنعرفه بعد قليل. دوجون هي حضارة تعيش شرق مالي، أفرادها يعرفون الكثير من الحقائق الفلكية منذ آلاف السنين، وهي الحقائق التي أثبتها العلماء في السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، فإن أفراد حضارة دوجون علموا منذ آلاف السنين بأن الكواكب تدور حول الشمس، وأن كل كوكب يدور في نفس الوقت حول محوره. علم هؤلاء الأشخاص أيضاً بأن الزحل لديه حلقات، وأن كوكب المشتري لديه أربعة أقمار كبيرة. كما علموا أيضاً بأن نجم سيريوس هو نجم مزدوج يتكون من نجم ثانوي يدور حول النجم الرئيسي. تطلبت معرفة تلك الحقائق من طرف علماء الفلك توفر العديد من التقنيات المتقدمة، وحتى حقيقة نجم سيريوس تم التوصل إليها من طرف العلماء نهاية القرن التاسع عشر. فهل كانت حضارة دوجون قديماً متطورة أكثر مما نحن عليه اليوم؟ تيوانكو هي مدينة أثرية قديمة في بوليفيا، تضم مجموعة من البنايات المكونة من أحجار يزن الواحد منها أكثر من 10 أطنان. فكيف قام البشر بتحريك تلك الحجارة قديماً؟ يرى بعض الباحثين بأن البشر قاموا باستعمال جذوع الأشجار لدحرجة تلك الحجارة، لكن كيف تم رفعها إلى الأعلى؟ ذلك ما دفع بعض الباحثين أيضاً لوضع فرضية مفادها أن مخلوقات فضائية استخدمت بعض القوى المقاومة للجاذبية لرفع تلك الأحجار الكبيرة. والمثير للاهتمام هو أن مجموعة من الرؤوس الحجرية تم تثبيتها على الجدران، وهي الرؤوس التي لها ملامح لا تشبه ملامح البشر. ومن المحتمل أن تكون تلك الرؤوس الحجرية تجسيداً لمظهر المخلوقات الفضائية التي ساعدت على تشييد تلك المباني، كما أن المباني مبنية بإتقان، وواحد منها يشكل من الأعلى حرف N، والحجارة المكونة لذلك المبنى مثبتة ببعضها البعض بدقة وبطريقة لم يتمكن العلماء من فهمها إلى غاية اليوم. وإضافة إلى كل ذلك، فقد عثر العلماء على نقوش غريبة يعتقد أنها عبارة عن تقويم قديم تم استعماله منذ ملايين السنين من طرف المخلوقات الفضائية التي عاشت في المنطقة. وأخيراً، سنعود مجدداً للأهرامات المليئة بالألغاز. أهرامات الجيزة التي تم تشييدها في الفترة ما بين عامي 2560 و2490 قبل الميلاد لتكون مقابراً للفراعنة. أشهرها هرم خوفو، والمعروف أيضاً بالهرم الأكبر، وقد تم بناؤه عام 2540 قبل الميلاد. بلغ ارتفاع الهرم في ذلك الوقت 146 متراً، وطول قاعدته 230 متراً، وهو نفس طول أضلاعه الجانبية. أما زوايا الهرم فقياسها 90 درجة. كل ذلك يؤكد بأن الفراعنة كانت لديهم معرفة جيدة بالرياضيات، لكن من قام بتعليمهم؟ ذلك ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت هناك حضارة أجنبية من خارج كوكب الأرض جلبت العديد من المعارف إلى الحضارات البشرية القديمة. كل ما بوسعنا فعله هو الانتظار إلى غاية الوصول إلى أدلة تؤكد هذه الفرضيات أو تنفيها. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.